أنا أخلي أيامك الأخرانية دي أسوأ حاجة ممكن تشوفها في عمرك، لحد ما تقولي مين اللي عمل كده في بيتي وده حصل إزاي. ده استهتار وجنان وكلام فارغ. تفكر نفسك إيه يا فندم؟ أنت ظابط مش بتوع في حرب، وتروح لزفت المحامي تخليه يقدم شكوى في مصلحة السجون وفي مكتب النائب العام ويطلب إنه يتنقل أو على الأقل ما يتعرضش لبوي. يعني بظبط على السجن كله إلا أبو العز الجبلاوي. طب إزاي؟ عاكف، لقد احتسبناهم عند الله شهداء، فانظر ماذا ترى. بس دي شغلانة واعرة ولازم لها ترتيب. ايه رأيك بقى ام عاطف؟ لو الراجل باعك انت واللي معاك في ثانية واحدة. ما تفتكرش اني عملت اللي عملته عشان خايف منك. انا اللي بيني وبينك رايح جاي، مصلحة متبادلة. خسارة، الواد ده كان ظابط جامد قوي، بس كل اللي حصل ده بسبب قتل مراته. كان نفسي نخدم مع بعض عشان اثبت لك ان انا مش خيخة زي ما انت كنت فاكر. بس الحاجة الأكيدة ان هو عارف ان حياته في سكوته. طب قوم اروح امك، ولما تشوفني داخل بعد كده تقف لوحدك من غير ما حد يقول لك. عصبي يموت. هتجيب العيال عندك في المكتب تعزقه من على التمام كده. انت تمام يا باشا؟ لا، ندلعه ونطبطب عليه. حاسب سليم بيه. ما تخافش يا جابر، ما تخافش. دكتور من المستشفى بسرعه بسرعه. علق لي يا ابني 500 سم صلايم بسرعه. يا سليم بيه، دي حاله اكبر من امكانيات المستشفى بكتير. يا سيدي ما انا عارف. هتقف تتفرج عليه ده ما بيتصفى؟ ما تتصرف يا سليم بيه، ارجوك حاول تفهمني. يا سيدي مفيش وقت تفهمني وافهمك. بقول لك ابن الاخر كده، الواد ده يستحمل يعيش لحد ما ننقله مستشفى تاني ولا لا؟ بالشكل ده ما اعتقدش. يبقى عالج بالامكانيات اللي عندك. اتفضل يا بيه. طيب ممكن بقى حضرتك تتفضل بره؟ انا مش هعرف اشتغل وانت واقف فوق دماغي كده. يا سيدي هتنيل اطلع بره، الواد ده لو حصل له حاجه ولا مات مش هسيبك. اتفهم ولا لا؟ اتفضل. بقول لك ايه يا هشام، واحد الله كده وبلاش تعلي صوتك. انا عاكف الجبلاوي، لو ناس افكرك يا ابن عمي. واحد الله كده واهدى، ولا انتوا ما بتوحدوش الله يا هشام؟ ما بلاش عن جهيه الجاهليه دي، لقد خسف الله الارض بمن هم اشد منك نتيجه لهذا الكبر. مالكش صالح باللي بيني وبين ربنا، وخليك في اللي بيني وبينك. واللي بيني وبينك تجاره يا ابن والدي وحقوق، تدفع تمن حاجتك توصل لك وفيها بوس. يا اخي بقول لك داخلين على معركه كبيره قوي، محتاجين السلاح في اسرع وقت. محتاج وتدفع تمنه يا نجم. بعدين هو انت فقير؟ ما انت على قلبك فلوس قد كده. كلم اصحابك يبعتوا لك فلوس، ولا اقول لك خليهم يبعتوا تمن الحاجه عليا على طول، هو احنا اغرب عن بعض. يا سلام، ما انت عارف ان في مشاكل في التمويل، انت هتستعبط. ما يخصنيش يا هشام، شوف حد تاني يمولك. لم تبرعات من اللي حواليك، نزل الصيع بتوعك يلم فلوس من الناس. معه انت الشتا جواز ارامل اي بل ازرق. المهم فلوسي توصلني الاول، واعمل حسابك انك طالب مني طلب تاني لسه ما اتفقناش عليه. يعني هي دي اول مره انا عمري كلت عليك مليم؟ ده ايام ما كانت الفلوس معاك زي الرز، وعندك اللي بيصرفوا عليك بدل الواحد عشرة. انا مش نايم على وداني، وبصراحه كده انا مش هبقى احن عليك من ولي نعمتك يا هشام. حل مشاكلك ودب فلوسك وانا تحت امرك. محدش بيبيع سلاح شوكك يا ابن عمي. سلام. جبتوه؟ واتكتف في المخزن تحت يا كبير، وحط نفس زنزانه معفنه زيه في التاديب، ونبهت على الرجاله محدش يمسه زي ما ساعتك امرتني. بس لما مؤاخذه يا باشا، الواد ده لازم يتربع على اللي عمله ده. يا سيدي يروح فين؟ ما قدامنا طول الوقت هيطير. لا مؤاخذة يا باشا، الباشا المأمور عايزك في مكتبه وحالته يعني. عارف شايط وعلى اخره، هو يوم باين من اوله. معلش يا باشا، والله العظيم انا حاسس بسعادتك، بس هو دايما كده، الراجل المظبوط اللي ماشي صح الدنيا كلها بتقف ضده. بتهيألك. انا الدنيا بقى علمتني طول ما انت ماشي مظبوط ربنا يبعت لك ولاد الحلال في طريقك حتى لو بعد 100 سنة. خير؟ الحمد لله، ربنا ستر والسكينة ما جاتش في أي عضو مهم. الحمد لله ربنا ستر. طب ينفع أبص عليه بصة؟ هو نايم لسه، ممكن ساعتين كده وتجيله. ما تقلقش هيبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله. معلش لو كنت عصبت عليك. ولا يهمك، روح للمأمور واجيلك. اتفضل. عاجبك كده يا فندم؟ اتفضلوا. مبسوط كده؟ ادي اخر الشغل العافيه وفتحه الصدر اللي انت بتشتغل بيه يا باشا. ممكن بس افهمك؟ باشا ايه وزفت ايه؟ انت خليك فيها باشا. انت فاهم اللي حصل ده معناه ايه؟ معناه ان السجن فرط من ايدينا، معناه ان انت خليت اي مسجون فسر ممكن في يوم من الايام يجرؤ ان يبص لحد فينا. يا باشا اللي حصل ده مصيبه.
لازم يكون في رد فعل عنيف عشان نقدر نسيطر على المساجين. الواد ده لسه في التأديب؟ مظبوط يا باشا. عاوزك تاخد 3 4 رجاله من بتوعنا، الواد ده يطلع من التأديب ساحف ايد ورجل. عاوز يكون عبره لاي حد يجرؤ بس ان يرفع عينه في اي حد فينا، فاهم؟ اسف يا باشا بس مش هينفع. مش هينفع ليه بقى؟ هنستنى لحد ما يتهرب له سكينه ويغزك بيها؟ يا باشا الواد ده لو عملت له حاجه الموضوع هياخد شكل شخصي، وكده هنعمل له قيمه وهو عايز كده. يعني ايه؟ يعني نسيب الموضوع كده يمشي عادي؟ معلي باشا كلام سعادتك مظبوط يا فندم، لازم ناخد موقف ونمسك السجن بقبضه من حديد. بس كلام سليم بيه يحترم يا باشا، يعني ما ينفعش نعمل حاجه نساوي بيها راس سليم بيه مع الواد ده. الحل ايه يا سنبيل؟ الحل يا باشا بعد اذن سعادتك وبعد اذن سليم بيه تسيبوا لي الموضوع ده خالص بدون تدخل من سليم بيه، وانا يا باشا هتصرف معاه. ايه راي سعادتك؟ انا اصلي بحب النار من وانا عيل صغير يا عرام. فاكر يا عرام لما كنت صغير، لما كنتوا قاعدين انت ورجاله بتحششوا على الجوزه وانا قاعد بلعب حواليكوا، يوميها رجلي جات على الفحم بتاع الجوزه. يا اخي عمري ما قدرت انسى الوجع اللي حسيته يوميها، وجع يخليك تكره انك عايش من اساسه. انا كنت متاكد اني هقدر اجيبك يا عرام، بس كنت عمال افكر يوم ما اجيبك هعمل فيك ايه، لحد ما لقيت حاجه تليق بيك وباللي عملته. انت اصلك حركت قلب ابويا عرام الراجل اللي رباك، وكمان حركت قلبي عليه، والجزاء من جنس العمل. عشان كده انا لازم احرق قلبك زي ما حركت قلبنا. بس احرقه ازاي؟ ربك هداني فكره تستاهل 1,000,000 جنيه. انا هجيب المسمار ده وهدقه على صدرك واسيبه جوه قلبك واسخنه من هنا، واسيب السخونيه تسرح جوه قلبك، واقف اتفرج عليك وانت بتتمنى الموت اللي ماشي ناحيتك زي السلحفه، لحد ما اشم ريحه شياط قلبك بذمتك. مش فكره بنت حرام؟ ايه رايك يا عدنان؟ صح يا كبير. اكل بيه، انا مظلوم المصحف. حرام عليك يا عرام، انت بعد شوية هتبقى بين يدين ربنا. اعمل حاجة لآخرتك يا اخي. يا اخي كل رجالة اتمسكت الا انت، يبقى مين اللي خان؟ انا كنت بأمن المنطقة الشرقية، رجعت لقيتهم واخدينا. لو ما كنتش انت الخاين ما كنتش دريت استخبيت يا عرام. انا هربت من الحكومة، ما هربتش منيك. وهتهرب من الحكومة ليه بعد ما مسكت ابوي؟ هو انت تسوى 3 ملايين يا عرام؟ وانا ايش دراني؟ انا لقيت الدنيا كلها متبهدلة، قلتك ان شوية لغاية ما الجو يروق وبعدين هجيك على طول. وما جيتنيش يا عرام، انا اللي جبتك عشان تدفع ثمن خيانتك. واني كيف اخون الراجل اللي تربيت في عزه؟ كيف يا عاكف بيه؟ انت ميت يا عرام، الموت هو خلاصك الوحيد من اللي هتشوفه على يدي. هخليك تترجاه وتتمناه وتحلم بيه، ومش هطوله الا لما اعرف اللي انا عايز اعرفه. انا لسه عامل حساب العيش والملح يا عرام. يا اخي لو ما عرفتش تعيش راجل حاول تموت راجل، اهو على الاقل نلاقي حاجه عدله نفتكرك بيها. فكر في كلامي كويس وانا هرجع لك تاني. هينطق عدنان، ما تشغلش بالك انت. هي يا كبير بس عرام مش سهل، ومتعود على الشجا وقاهر قوي. حدش كبير على عذاب عدنان، كله بيجي عند حته وينخ. ولو ما نخش يبقى مشهور. هي يا كبير بس بقول لك يا عدنان، انا عارف من زمان قوي ان انت ما بتحبهوش ونفسك يغور من طريقك، بس تسخين النسوين بتاعك ده بيجي دمه تجيه قوي. يا كبير انا خايف يكون بيستعمل كل ده عشان يفلت بعملته. الموت ارحم له من اللي في دماغك ده يا عدنان،
بعدين يعني هو انت هتجري على حاج ابويا اكتر مني؟ ساعه ما اقول لك مش هو يبقى مش هو، عشان انا في دماغي حاجه لا يمكن نعملها وفي خاين بناتنا. عبد الله سلامة يا جابر. الله يسلم عمرك تسليم بيه ويجبر خاطرك. والله انا ما عارف اودي جمالك دي فين. جمالي يا عم ده انت كنت هتموت نفسك عشاني. ناس معايا دنيا سليم بيه، وانت راجل مفيش منه كتير، واللي زيك الواحد يفديه برقبته من غير ما يفكر. ايه يا عم كل ده؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه كيف؟ انت عملت اللي يكفيني، جبرت خاطر المكسور وصنتولي كرامتي اللي ما حلتيش غيرها، وخلتنا جيم راسي وسط السجن. سليم بيه انا راجل صعيدي، الاهانه وكسره النفس عندينا مرة من السم، اللي يرفع راسنا فوق نشيله فوقيها طول ما فينا نفس. اللي انكتب عليا قضي شبابي في السجن وصابر، لكن من هنا اجيب صبر الاهانة والذل وقلة القيمة. انت ازاي جيت هنا؟ ده مش مكانك. نصيب. نصيب؟ نصيب ان انت تقتل؟ هو القتل في نصيب؟ العمر كله نصيب يا سليم بيه. واللي انت قتلته؟ هو كمان نصيبه كده، نصيبه يقتل ويتقتل، وانا نصيبي اقتل والسجن، واقضي بقية عمري لما اخرج من السجن مستني واحد تاني نصيبه يقتلني ويجيله اللي يدور عليه عشان ياخد اجله. ساجية ما توقفش لحد يوم الدين. طحولة ايه؟ انت ازاي بتفكر كده؟ دي غباوه. ربنا ما يكتب عليك نار الطار وذل وقهره انتظاره سوى ليك او عليك، ويبعد عنك نار الراصد وخوف المرصود. والله وحشني يا جعفر، اخبارك ايه؟ ومراتك وابنك عاملين ايه؟ والله في نعمه الحمد لله يا ست الناس. يا ترى جاهزين بالاوردر ولا محتاجين مساعده؟ انا هاخد كفيله تسكن دي ملك نص شط. والاستاذ؟ انا عايز شاي كشري سكر كتير. نعم. ايه يا حسين بيقولك شاي كشري؟ ايه هتعمل نفسك من السويد ولا ايه؟ ليلى هاني حضرتك عارفه ان الشاي عندنا باكت. والله فك الباكت في ميه وهاته في كوبايه مش في مج. بقولك يا حسين اعمل له شاي من اللي بتشربه في البيت يا حبيبي. حاضر تحت امرك. لا مؤاخذه يا ليلى، يعني عملت لك احراج من الهوا. اوعى تقول كده يا جعفر، انت زبون ومن حقك تطلب اللي انت عايزه، وهو شغلته انه يجيبه. وبعدين انت احسن من ناس كتير قوي بتقعد هنا في الكافيه. قولي بقى مالك. والله يا ليلى الحال بقى وحش قوي، شغل السياحه اتضرب، ومن بعد ما ابو العز اتمسك والحكومه كل يوم والتاني في البلد عندنا، وشويه التجاره اللي كانت تيجي من ليبيا وقفت. انا لو عليا استحمل، بس الواد والوليه يعملوا ايه؟ الله غالب. فقلت اجي يعني لسعادتك يمكن تشوفي لي اي شغلانه بمعرفتك. شغلانه زي ايه يعني؟ اي حاجه، بوابه عماره، حد من قرايبك ولا معارفك عنده مكتب ولا شركه عايز حد ينظف، يقدم قهوه شاي، اي حاجه. اسم ليلى. هو انت يا جعفر مش معاك دبلوم؟ انا استنى الشهاده لما تشغلني يا سليلة. الجمعه ما بيستناش يا هاني. طب يا جعفر سيبني كده اسبوع ولا اتنين وانا هحاول الاقيك حاكم مناسبه. الله يخليك يا سليلة. خد دول. لا لا يا سليلة انا مش بشحت ولا بطلب صدقه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ شحتت ايه وصدقت ايه؟ خد انا زي اختك. الله يخليك يا سليلة. روقتهولك. هخلي لك الواد ده يخرج من الافراد ويقول لك باشا الاسود دي حبش. بس ليه؟ يا سيدي انا عارف ان انت اللي كنت عايز تعمل كده، بس ما فيش ما بيننا الكلام ده، احنا اخوات. مالك بقى؟ والله نبيل الموضوع ده مش في دماغي خالص. انا عملت كده بس عشان اخلص من يوسف بيه وزنه. امال مالك بقى في ايه؟ انت مش معايا خالص على فكره. النهارده زرت جابر في المستشفى حكى لي حكايته.
تخيل حتى ما حصلتش الصعيده اللي عايزين ياخدوا طرهم. على الاقل هم عارفين طرهم مع مين وهياخدوه ازاي. انا بقى عايش بعذاب وجحيم جوايا، مش عارف حتى طري مع مين. والله العظيم انت مش شايل نفسك فوق طاقتك. تفتكر ابو عز الجبلاوي ليه يد في الموضوع ده؟ طب بلاش ابو عز، تفتكر ابو حمزه يعرف حاجه؟ ولا انا اللي عمال اجري ورا سراب ملوش لازمه؟ مش لازم يكونوا عارفين يا سليم، المهم ان احنا عارفين انهم مجرد خيوط هيوصلونا للي عملوا كده. عشان كده احنا لازم نفضل وراهم لحد ما الحياه تبان. عدنان قال لي انك عايزني عرام. ايه؟ نويت تشتري نفسك وتتكلم؟ يا عاكف فيه، انا كنت ناوي اكذب عليك واجرب ذنب انا ما عملتوش، لكن لساني ما طوعنيش. حكدب عليك ليه وانت سيدي وابن سيدي؟ انا جيت لابوك وانا عندي 13 سنه هربان من جوز امي وبهدلته ليه، وابوك خدني تحت باطه ورباني وكبرني لغايه ما بقيت دراعه اليمين. اخوه نجده ده حتى يبقى بطل على النعمه. انا اعرف عن ابوك بلاوي كتير محدش يعرفها الا انا وانت. يعني لو عايز ابيعه كنت بعته من زمان. ابوك بيطلع الجبل كتير ومحدش بيعرف مطرحه غيري. اظن مفيش فرصه احسن من كده عشان اسلمه. ابوك لسه على وش الدنيا، تقدر تبعت تساله. انا مش بقول لك كده عشان تسامحني، لا. طب انا هقول لك على حاجه تاني. انا حوشت من ورا ابوك 1,000,000 جنيه وترجيته عشان يدخلهم لي في شحنة سلاح رايحة السودان، وفين وفين على موافق أقوم أنا أضحي بيه كده وأضحي بتحويشة العمر إزاي؟ يا عاكف فيه، أنا ما خنتش. أنا وصلت لقيتها خربت، الرئيس جوه المدرعة والعساكر كتير وأنا لوحدي هربت. ماني بني آدم برضك، غلطت لكن خنت قسما بعز جلالة الله ما حصل. وبعدين أنا ما حدش مجهور على أبوه كدي، ده أبوي أهلي وعزوتي وناسي. خلاص يا حاكم فيه، أنا قلت اللي عندي، ولو فضلت تعذب فيا من هنا لحد يوم الدين ما حقولش كلمة تانية غير اللي أنا قلته. وأنت فاكرنا تلام زي إيه؟ هيخيل علينا الفيلم الحمضان ده؟ فكوا عدنان وهات له هدمه يلبسها ولجمه ياكلها. بس يا ريس ده كلمه كمان وهربطك مكانه. انا حكمته حكمي نافذ، بعد ما ياكل ويرتاح تشوف له حته حشيش افغاني عشان تنسيه اللي حصل. شوف يا عرام، انت جايز تكون ما خنتش لكنك قصرت. قصرت في حمايه الراجل اللي رباك وخيره عليك وعملك بني آدم، والتكسير ده ليه تمن لازم يندفع وكفارة لازم تنقضي. الحمد لله على السلامة يا سعيد بيه. تحب تخش الحمام بدري انت قبل ما الوغش يزروت الدنيا؟ ابن ناس برضه ومتربي ومالكش في البهدلة، مع ان اللي اعرفه عنك ان انت والبهدلة كده. هو مش الباشا برضه من السكاكيني ولا انا غلطان؟ فين ايام السكاكيني وحمامات السكاكيني؟ كانت احلى ايام والله. بقول لك يا ادهم بيه، أكيد مش جاي لي دلوقتي عشان تفكرني أنا مين ولا جاي منين. ما تقولي في إيه؟ الله، ده أنت طلعت عارفني بقى. طب حلو، وفرت عليا نص الكلام. اللي يخفى القمر، يعني ما ينفعش واحد زيي يعني من غير مؤاخذة، ما أعرفش واحد زي حضرتك. عيب دي بقى، معاك حق. طب ما تقولي يا باشا يعني عشان نقصر الكلام، هو مين وهيدفع لك كام؟
يخص عليك يا سعيد. انت تعرف عني كده برضو؟ انا طلع اسرار العمال بتوع الحد. يعني ايه؟ واضح ان حضرتك يعني محترف، عشان كده بقالك اسم في شغلانتك يعني ما شاء الله. تمام. يعني المفروض ان انا اتقتل من غير ما اعرف مين اللي عايز يموتني ولا ليه؟ بلاش. طب اعرف هيدفع فيها كام؟ يعني يمكن اقدر اشتري عمري بسعر اعلى. تتقتل ايه يا جدع؟ بعد الشر عليك ربنا يديك الصحه وطولة العمر. ما تقولش كده. باشا يعني معقول يكون سعادتك مدفوع لك فلوس عشان تيجي تدعي لي؟ ما تفهمني. افهمك. في الشغلانه بتاعتنا دي مفيش حد بيموت ناقص عمر. وانت اجلك لسه ما جاش. يعني انت قاعد معانا شويه. من غير مؤاخذه يعني حضرتك كده عقدتها. انا مش فاهم حاجه خالص. افهمك تاني يا سعيد. انت عارف انا اتعرض عليا كام قصاد راسك؟ 2 مليون بلبل. انا بصراحه شايفهم كتير عليك قوي. بس تعمل ايه بقى؟ هو ده سعرك في السوق ورزقي. يعني هي ارزاق طبعا. واضح ان وضعنا حضرتك مرزق فعلا. طيب هقول لحضرتك حاجه بس بيني وبينك يعني. قول. انا كل الفلوس اللي اتمسكت هنا واتحطت تحت الحراسه ما تفرقليش في حاجه. ليه بقى؟ لان الفلوس اللي بجد والارقام اللي تخض بره البلد من زمان. ولو سعادتك امرت خلال 48 ساعه هيبقى تحت رجلك المبلغ اللي انت عايزه. وبدل ما تاخد 2 مليون بلبل عشان تقتلني، انا هدي سعادتك مليون دولار وتسيبني عيش. يعني 18 مليون بلبل. عرفت بقى ان سعادتك مرزق؟ لسه ما فهمتنيش برضه يا سعيد. انا هعمل ايه بفلوسك ولا فلوس غيرك وانا مرمي هنا؟ انا كده كده خارج ومش عايز اي حاجه تبوظ خروجي. فهمت؟ عيد العقل يا باشا. يعني تمام، عين العقل. انا رفضت موتك يا سعيد، بس ده مش معناه ان غيري مش هيقبل. قرار موتك اتاخد خلاص، ناقص بس اللي ينفذه. وحظك الحلو انه مش انا. تمن اللي بعمله معاك ده انا هاخده منك اول ما اخرج من هنا. عايزك بقى الفترة اللي جاية دي تاخد بالك من نفسك كويس قوي، عشان لما تخرج من هنا تعرف تدفع لي اللي عليك. ماشي؟ بشد السيفون يا سعيد. نهار اسود ومنيل، وده مين ده اللي كان عايز يعمل كده؟ قول مين اللي مش عايز يعمل كده؟ انا خلاص وقعت يا ماجد، وقعت والف واحد عايز يخلص مني. اللي ليه طار قديم بقى، واللي عايز يطمن اني مش راجع عشان ياخد مكاني، ده غير طبعا اللي خايف من لساني لا ينطق يقول البلاوي اللي يعرفها. المشكله ان انا لو مت محدش حتى هيعرف مين اللي موتني من كتر الناس اللي بتتمنى موتي. طب والعمل يا سعيد؟ احنا خلاص اتحرقنا للدرجه دي؟ طبعا اتحرقنا. احنا في السجن يا ماجد، ومفيش قدامنا فرص كتير ننقذ بيها نفسنا على فكرة. ولو ما تصرفناش بسرعة وتصرفنا صح هيبقى التمن حياتي وحياتك انت كمان. يا لهوي يا حبيبي يا ابني، اعمل ايه يا ربي اعمل ايه؟ الو الو، ايوه يا ليلى هانم، الحقيني والنبي. مالك سخن نار من امبارح وعملت له كل حاجه عشان الحراره تنزل وما بتنزلش. مش عارفه اعمل ايه، الواد هيروح مني. طب اهدي بس، اهدي يا سماح. بصي انا هبعت لك دلوقتي نمره الدكتوره امل عبد الحكيم، هتحكي لها على كل الحاله وهي هتقول لك هتتصرفي ازاي، وانا مسافه السكه اكون عندك. يا ربي يا رب استر، يا رب استر، يا رب. ألف سلامة عليه يا سليم. إن شاء الله حاجة بسيطة. انزل اطمن عليه.
خد لك يومين اجازه كده ولما ترجع ان شاء الله لينا قاعده سوا. ماشي يا باشا. الطف بينا يا رب وحياه حبيبك النبي يا رب. ما تسويني فيك يا مالك يا ابني يا رب. استودعتك عند الله الذي لا تضيع ودائعه. الواد غلبان ما شافش يوم عدل من ساعه ما اتولد. كفايه وحياه حبيبك النبي يا رب. يعني انت شايفه يا امل ان احنا مش محتاجين ننقله المستشفى؟ يا بنتي انت غاويه قرق وخلاص، وغير كده سماح طلعت شاطره جدا، هتعرف تعمل اللي قلت لها عليه، بس هي تمسك اعصابها كده وتنشف. ربنا يطمن قلبك يا حبيبتي زي ما طمنتينا. ما تقلقوش ان شاء الله هيبقى كويس يا رب. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. يا بنتي انت عبيطه، احنا اخوات ولو احتجتوني في اي حاجه كلموني. صغير قوي يا قلبه مع اللي بيحصل له ده، مش كفايه يا ربي اللي هو فيه؟ يا بنتي ما تبطلي المناحه اللي انت عاملاها دي، ست افتكرتك امه من كتر العياط. يلا يلا موصلك يعني. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اطمنوا بقى ان شاء الله مالك هيبقى كويس. السلام عليكم. صلي على النبي يا بنتي. وعليكم السلام. هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا سليم بيه. احنا كنا فين؟ احنا كده نعمه والله. ايه بس الحوار مش تقيل عليه في السن ده. انا اعمل ايه طيب؟ مفيش حل تاني. على الله بس دي فايده. ربنا يا رب ياخد بيدك يا حبيبي يا مالك ويعجل لك بالشفاء ويبعد عنك كل شر يا حبيبي. بعد اذنك يا طنط انا لازم امشي. يا بنتي بطلي منهده فيا بقى. ابوس ايدك. احنا مش متفقين نتغدى مع بعض لما سليم ينزل اجازه؟ وهو نزل اجازه. اه والله يا طنط انا كان عندي مشاوير كتير قوي واجلتها لما سماح كلمتني. فعلا لازم امشي عن اذنك. ليلى انا متشكر على كل اللي بتعملي معايا. سماح حكيت لي على كل حاجه وجميلك ده عمري ما هنساه لك. ما فيش جميل ولا حاجه، انا عملت الواجب وان شاء الله ربنا يطمنك عليه ويقوم بالسلامه. عن اذنكم. امسك فيها يا حبيبي عشان تتغدى معانا. ما انا لسه قايله لك الظروف يا طنط. مره تانية ان شاء الله. وانت راجع الشغل امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. خلاص يبقى ما قدامكيش غير بكره بس تيجي تتغدي معانا. حاضر يا طنط. عن اذنكم. حضر لك الخير يا حبيبتي. والله في ناس بتعرف تربي لحد دلوقتي. ادب واخلاق وشهامه كل حاجه حلوه فيها. انت حلال وجدع فعلا. يلا هتكل على الله، عندي مشوار مهم لازم اعمله. مشوار ايه يا دناي؟ لما ارجع احكي لك. انا جيت بس اطمن عليك انت ومالك. خلي بالك من نفسك، لو في حاجه كلميني. حاضر يا حبيبي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. ربنا يحرسك يا ابني يا رب. مفاجأة حلوة برضه يا سليم. تعالى يا صلاح بني، سعادتك ما بتتفاجئش. واكيد كنت متوقع زيارة زي دي لو ما كنتش مستنيها حتى. انت صاحب مكتب يا سليم. وبعدين ما تنساش ده انت اخويا الصغير. اخبار مالك ايه؟ يعني سعادتك بتعرف ان انا في اجازه وعارف سببها كمان اهو. انا عارفك كويس يا سليم. وابنك مالك ده مش ابنك لوحدك، ده ابننا كلنا ونخاف عليه اكتر منك. لو ابنكوا صحيح زي ما بتقول كنت اهتميتوا بدم امه اللي راح. مين قال لك ان احنا نسينا دم سلمى وفريده؟ مش باين. مش لازم يبان. انت عارف كويس قوي ان شغلنا ده فيه اللي باين واللي مش باين، واللي مش باين اكتر. وانا بقى بصراحه تعبت من الطريقه دي. انهي طريقه؟ طريقه اني مش فاهم حاجه. بتنقلوني السجون وتودوني السجن اللي فيه ابو العز وانتوا عارفين ان انا بدور عليه. مش ده كان طلبك؟ ما انتوا حشتوني عنه. كان لازم ده يحصل بعد الموضوع ما وصل للنائب العام. وفجاه لا ابو حمزه قدامي في السجن وبرضه تحشوني عنه؟ ده انتوا لو عايزين تقدروني مش تعملوا فيا كده. انت عارفني كويس وعارف اللي بيحصل في السجون. وعارف ان انا لو اتنقلت السجن هعمل مليون مصيبه. وكل ما بقع في مشكله بتطلعني منها. انتوا عايزين تجننوني ولا عايزين تعملوا فيا ايه؟ انت عاوز ايه دلوقتي يا سليم؟ انا عايز افهم. ماشي نشرب قهوه وافهمك. يا كبير ده نصاب وبتاع تلات ورقات، ولما كنتش هو اللي سالم الرئيس الكبير هيكون مين يعني؟ محدش. محدش ازاي؟ امال كنا جالبين الدنيا عليه ليه؟ عشان عرام بهروبه خلاني اشك فيه، زي ما انت بتعمل دلوك بتسخينك وزنك عليه. اللي حصل لابوي جايز يكون حصل من غير خيانه، بس اللي انا ناوي اعمله لا يمكن يحصل وفي خاين بيننا. عشان كده كان لازم انا اجيب عرام واطمن. انت كده اطمنت؟
على الاقل عدنان اطمنت ان لو في حد جنبي المفروض اخاف منه مش هيبقى عرام. لساك شديد زي الديب العجوز وما اثرش فيك اللي حصل يا عرام. تعال اقعد جاري عشان اقول لك اللي انا عاوزك فيه. شوف يا عرام، انت ذنبك كبير وكفرته مش سهل، واللي انا عاوزك فيه عاوز قلب اسد وعين صقر ومخ ديب عجوز ناب ازرق. وانا خدامك يا سيدي وابن سيدي. هديت شوية. ركز معايا بقى يا سليم، لأن اللي حاوله لك ده محتاج أعصاب هاتية جدا، مخ رايق. وأنت عارف صلاح بيدنا بشهادة غير لما أفهم. تمام. ما تنساش أنت وعدتني بإن كل الكلام اللي هقوله لك ما يعرفش أي مخلوق في الدنيا عنه أي حاجة. ده مش وعد، دي أوامر. تمام. ركز معايا بقى واسمع اللي هقوله لك كويس قوي.